حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر. ولازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل تقدمها في كل محافظات مصر لتحقق بالفعل معنى ومفهوم وهدف الحياة الكريمة لكل مواطن مصري على أرض مصر. وبيشرفنا في الاستوديو الأستاذ حمدي مبارز الكاتب الصحفي، هنتكلم عن حياة كريمة في شهر رمضان. أهلا بك يا فندم معانا. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة وشعب مصر كله طيب وبخير. هذه المبادرة الرئاسية الحقيقة التي ضربت وأعطت مثل ونموذج للعالم كله للتجربة المصرية الناجحة التي بالفعل استحقت أن توصف بأنها معجزة العصر الحديث. وبالفعل كل التقارير الدولية وكل المؤسسات وكل المنظمات بتشيد بهذه المبادرة وبتدعو دول أخرى أنها تحذو حذو التجربة المصرية. كلمنا عن حياة كريمة في شهر رمضان، كيف واصلت عملها وكيف حققت هدف الحياة الكريمة من خلال قوافل الخير التي وصلت لكل مواطن مصري. هو أولا يعني إحنا قبل ما نتكلم عن المبادرة واللي تم في شهر رمضان، عايز أوقف يعني ثواني عند اسم المبادرة. المبادرة اسمها حياة كريمة. أنا صراحة بحيي اللي اختار هذا الاسم، لأن هذا الاسم له دلالة قوية ومهمة تعكس أهمية وقيمة وهدف هذه المبادرة، وهي الحياة الكريمة للإنسان، أن يعيش الإنسان عزيزا مكرما. هذا هدف ثاني، هدف له فلسفة بعيدة المدى، ان انا ما يعني ما بديش اعانات للمواطن او يعني ان انا بديله اللي يعيشه، لا ده انا بعيشه حياة كريمة بمعنى الكلمة، ان انا بؤهله كعنصر بشري انه يعيش الحياة المحترمة اللي طريق بيه كبني ادم وكإنسان. دي يعني مهمة جدا ان احنا نقف عند المسمى حياة كريمة. المبادرة طبعا أطلقها السيد رئيس الجمهورية وتتبناها مؤسسة الرئاسة وتتابعها بنفسها، وده اللي بيديها القوة والاهتمام. هذه المبادرة يعني الفلسفة الأساسية فيها، وده البعد، وهذا هو العمق اللي خلى الأمم المتحدة تطلق عليها أنها أكبر وأهم برنامج إنمائي في العالم في الفترة الأخيرة، واحدة من أفضل التجارب التنموية الإنسانية اللي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. طيب رايحة فين المبادرة؟ المبادرة بتعمل حاجة مهمة قوي، بتستهدف العنصر البشري في حد ذاته. أنا مش مجرد أن أنا بعمل مشروعات بنية تحتية وبعمل وحدات صحية، بعمل مدارس، بعمل مراكز شباب، بوصل مية شرب، بوصل خطوط صرف صحي، لا ده أنا بستهدف العنصر البشري كقيمة في حد ذاته، ان انا اؤهله انه يكون فاعل في التنمية وليس متلقي للخدمة فقط. قوافل الخير في رمضان وصلت يمكن اكتر من 22 محافظة واستفاد منها عشرات الالاف من المواطنين. كلمنا عن هذا المجهود العظيم ورد فعل هذا التواصل مع المواطن تحديدا في شهر رمضان. طبعا هو يعني شهر رمضان زي ما انا قلت هو له يعني خصوصيه معينه، وبسم الله ما شاء الله القوافل اللي بتنطلق في كل ربوع مصر دي كانت مهمه جدا. هذه القوافل يعني حتى بتشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الخاص، مؤسسات الدوله المعنيه، وهي في توقيت يعني صعب، الناس يعني في ارتفاع في الاسعار، أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، فهذه القوافل بتعوض جزء كبير جدا جدا من يعني مواجهة الحياة عند الناس اللي هم أكثر احتياجا، وفي الأماكن اللي هي الصعبة، الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأرامل وذوي الهمم. يعني هي مبادرة حتى حياة كريمة أصلا بتستهدف فئات معينة من المجتمع. صحيح، هكمل مع حضرتك هذه النقطة، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار حضراتكم مرة تانية. ولازال حوارنا عن قوافل الخير التي تجوب كل محافظات مصر في شهر رمضان
المبارك ضمن برنامج حياة كريمة. ولازال بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ حمدي مبارز الكاتب الصحفي. أهلا بك يا فندم مرة تانية. طبعا هذه القوافل زي ما قلنا هي بتستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وعشرات الألاف من الأسر المصرية اللي بتصل ليهم قوافل الخير من خلال حياة كريمة. هناك فئات عديدة استهدفتها هذه المبادرة في العموم وخصوصا في شهر رمضان، كلمنا عن أهم هذه الفئات يا فندم. طبعا يعني احنا الفئات الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه الارامل، الايتام، المطلقات، الشباب اللي هو عاطل عن العمل لظروف ما، ذوي الهمم. يعني هي المبادره في حد ذاتها حددت من منذ اطلاقها في 2019 ايه الفئات المستهدفه. طبعا في شهر رمضان يعني الامور بتاخد بعد اكتر شويه، لان الناس طبعا محتاجه ويعني له خصوصيه. من زي ما احنا سمعنا في التقرير يعني مشروع المليون كرتونه توزع منه 350 الف كرتونه، يعني تقريبا يعني رقم كبير جدا في اكثر من 20 محافظه. النجوع البعيده في اقصى محافظات مصر الحدوديه ومحافظات الصعيد بتوصل للناس، يعني حمله طرق الابواب، يعني حتى هي فيها نوع من احترام التكريم، احترام آدمية الإنسان وأن يكون معززا مكرما بالشكل اللائق بدون ما يكون فيها نوع من العوز والحاجة، وأنه يبقى يعني نوع. فيعني القائمين على المبادرة والقائمين على توزيع هذه الإعانات وهذه الكراتين يعني بيقوموا بدور عظيم جدا في جانب إنساني رائع، إن أنا أوصل للناس دي بالشكل الكريم لحد بيته بدون ما حد يكون برضو حتة يعني النفس البشرية زي ما حضرتك عارفة بشكل لائق، وأدي له الهدية وأقول له دون أن يشعرهم أن هناك تفضل أو بالزبط. أن هناك استجداء أو طلب منهم وبناء عليه إحنا يعني بنساعدك عشان أنت طلبت بالزبط. لكن لا إحنا بندي لك هدية، إحنا بنهديك أو وهذه الهدية من الدولة. يعني محدش بيتكرم بيها، دي حقك وبلدك وحكومتك، ويعني هي اللي بتقوم بهذا الدور كيبقى مشارك وليس متلقي خدمة. ان انا اشارك في التنمية، انا بتلقى الخدمة وفي نفس الوقت بتعلم حرفة. ما هو جزء من المبادرة ان انا اعمل الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة عشان اؤهل المرأة المعيلة وأؤهل ذوي الهمم والشباب ان هو يعمل مشروعات والدولة من خلال هذه المبادرة تساعده فيها، وهو يبقى جزء كمان في التنمية وليس عبء، ويساعد غيره بدل ما يفضل على طول الوقت عبء على المجتمع، عبء متلقي للخدمة. لا، ده انا بعد ما هكون متلقي الخدمة هتحول لفاعل في الخدمة ومشارك في المبادرة وفي التنمية المستدامة على أرض البلد. دي القيمة اللي في المبادرة يعني. وإحساس المواطن أيضا إن هو عليه واجبات وعليه دور إنه يحافظ على مكتسباته بصفة عامة، بدلا من أن يكون طول الوقت مستهلك لهذه المكتسبات أو نقدر نقول واحد متلقي للخدمات، هيصبح بالفعل مؤدي للخدمة ومشارك فيها زي ما حضرتك قلت. فده في حد ذاته بيبدأ يشعره أنه عليه أيضا واجب، عليه واجب. وليس طول الوقت له حقوق دون واجبات. ما هو حضرتك يعني كان من الممكن وببساطة جدا أنه إحنا عايزين نساعد الناس المحتاجة نديله فلوس، لكن لا، مش هديلك فلوس في إيدك ولا هديلك إعانات، ده أنا هديلك أعملك مشروعات بنية تحتية وهعديلك وهساعدك تعمل مشروع عملا بالحكمة الصينية لا تعطيني سمكة ولكن بالزبط. علمني الصيد القصة ان انا بحولك من ان انت، ما هو انا يعني اسهل حاجة ان انا اديلك اعانات بس انت هتعمل ايه؟ هتصرف الاعانات وتقعد برضو؟ لا، ده انا بعملك البنية التحتية عشان تعيش حياة يعني راقية، ويعني تحسين جودة الحياة يعني حتى بس او محافظات بحري بس، انا برضو بستهدف حتى الحضر نفسه، لان جوه منه جوه الحضر في مناطق عشوائيه تستحق الايه
ان انا اروح لها واوصل لها عبر هذه المبادره. فهنا احنا بنحول حتى المبادره فيها برضو بعد مهم تاني، انه البرامج التوعويه، ان انا يعني ما بقتصرش ان انا اعمل مشروعات بنيه تحتيه بقى، مدارس ومراكز شباب ووحدات صحيه ومراكز اسعاف وشبكه صرف صحي ومحطات مياه شرب بس، لا ده انا كمان بعمل انترنت وبعمل مش عارف ايه وحاجات البعض يعتبرها ترفيه، هي مش ترفيه، هو انا بحول البني ادم دون او الانسان اللي في الريف ان هو يكون مشارك برضو عبر برامج ثقافيه وبرامج توعويه، ان هو يكون مؤهل ثقافيا ومعنويا، ان هو يعرف يعني القيم بتاعه مجتمعه ويكون عنصر مشارك وفعال في كل مناحي الحياه في مصر. يعني المبادره فيها الشمول، مبادره شامله مش بترتكز على جزئيه معينه وبتشتغل عليها، لا دي مبادره شامله فيها ابعاد كثيره جدا. طبعا هذه المبادره وقوافل الخير بالتحديد من المفترض انها تستمر حتى بعد شهر رمضان. طبعا هو يعني هو اولا هي ما كانتش، هي ما بداتش في شهر رمضان، هي قوافل الخير شغاله منذ اطلاق المبادره. يعني كانت اخر حاجه يعني البرنامج الجميل مبادره كتف في كتف، يعني كان تحت اشراف السيد رئيس الجمهوريه، وفي المبادره فيها اكثر من بعد. هتوقف مع حضرتك مره اخيره، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود. الدوله المصريه الى تنميه الريف المصري نتيجه ما عاناه من اهمال وتهميش في كافه الخدمات على مدار السنوات السابقه. مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة. ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير 4584 قرية. ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي: خدمات المرافق والبنية الأساسية، الطرق والنقل، الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء والإنارة العامة، الغاز الطبيعي، تطوير الوحدات المحلية، الشباب والرياضة والخدمات الصحية والتعليمية. استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجاً بإجمالي 375 تجمعا ريفيا يشتملون على 45 مليون مستفيد. وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي 4209 قرية. يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، ويشتملون على 1391 قرية حياة كريمة. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، لازال معنا ومعكم الأستاذ حمدي مبارز الكاتب الصحفي، ولازال حوارنا عن حياة كريمة وقوافل الخير في شهر رمضان. أنا بيك معنا يا فندم مرة تانية، وإحنا بنختم لقائنا مع حضرتك النهاردة كلمنا عن مستقبل هذه المبادرة ومتطلباتها أيضا، سواء من المسؤول وصانع القرار أو من المواطن المصري اللي يعني منتظرين منه دور أكبر في المرحلة القادمة. تمام فندم، هو طبعا مستقبل المبادرة يعني مبادرة مكملة، لأنها زي ما احنا قلنا بتستهدف 4500 قرية، بدأت في مجموعة من القرى وبدأت في مجموعة من المحافظات، ومكملة البرنامج بتاعها زي ما احنا قلنا الفئات المستهدفة والأهداف الرئيسية للمبادرة. هتكمل يعني احنا دلوقتي وصلنا لنسب تنفيذ تعتبر معقولة جدا جدا، يعني الاحصاءات برضو اللي احنا قدرنا نرصدها في بالنسبة للصرف الصحي 97.3% من مشروعات الصرف الصحي في المرحلة الاولى تم انجازها، الصحة اللي هي وحدات الصحية 90.2%، الطرق 85%، المدارس 48.8%، يعني نسب التنفيذ اللي تمت على الأرض في المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية اللي بتستهدفها المبادرة مبشرة على إن القادم أفضل إن شاء الله، وإنه هذه المبادرة يعني فعلا أما تكتمل بإذن الله هيكون يعني رفعنا واجهنا الفقر في الريف
لان احنا زي ما قلت من شويه احنا عندنا ثلاث مراحل للمبادره، انه الفقر اللي هي القرى اللي فوق 70%، ثم المرحله الثانيه من 50 الى 70%، ثم المرحله الاخيره الفقر اللي هو في اقل من 50%. فاذا البرنامج واضح ومحدد المعالم ومحدد الاهداف ورايح لسكته، والارقام اللي احنا قلناها واللي اعلنت من الجهات الرسميه والعالم كله بيتابعها، نقدر نقول ان احنا ماشيين صح، والمبادرة هتحقق أهدافها إن شاء الله، وهتبقى حاجة عظيمة جدا. وزي ما قلت الأمم المتحدة يعني بتعتبرها حاجة عظيمة، وأعتقد الأمم المتحدة مش هتجامل إنها تعلن إن هذه المبادرة هي يعني أهم برنامج إنمائي على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، واحدة من التجارب الإنسانية التنموية العظيمة زي ما قالت الفوضى الأوروبية. فيعني مزيد من النجاح إن شاء الله، ويعني خير للبلد بإذن الله، لأن الريف اتظلم، أو يعني مش عايز أقول اتظلم، همش فترة طويلة في الماضي، وبدأ يعني في السنوات الأخيرة ياخد حقه، والصعيد ياخد حقه إن شاء الله. ده حقيقي. لكن مش عايزين بقى حد يظلم نفسه أكتر من كده، مش بس تظلم، لأ نظلم نفسنا. أيوة. ويعني يبقى مشارك. يبقى في نوع من أنواع المسؤولية. أيوة. وضبط الأسرة المصرية، انضباطها في تنظيم أسرتها، وليس يعني انجاب الاطفال بعشوائيه. أيوة. كده هيبقى هم ظلموا نفسهم. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني انجاب بعشوائيه. أيوة. وبلا تنظيم ده ظلم للنفس، محدش ظلمهم. صحيح. وانا حافظ على المكتسبات، بيبقى المواطن كده هو اللي ظلم نفسه. ده حقيقي، ده حقيقي. وانا حافظ على المكتسبات اللي بتحقق على الارض. صحيح. وهو هي المبادره ما بتستهدف ده، ان انا احسسك ان انت جزء من التنميه، جزء من المشروع كله. فبالتالي انت هتحافظ عن الحاجه لانها حاجه تخصك وحاجه تهمك وحاجه انت بتلمسها قدام عينك في القرية بتاعتك أو النجعة بتاعك أو العزبة بتاعتك. بشكرك جدا الأستاذ حمدي مبارز الكاتب الصحفي، شرفتني يا فندم. أشكرك يا فندم. وغدا حلقة جديدة على أرض مصر.